فك الباب، فك وجهك، تقفل ليه؟ السلام عليكم، ليش جبتكم مقطع جديد اليوم؟ جاب لكم ماب اليوم معي ريان ومحمد وفيروس. ليه 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 العنف هذا؟ ليه انت اللي بدأت؟ شاكر خلاص ارتحت يا باتمان. المهم جاب لكم اليوم ماب 50 ليفل، فبسم الله خلونا نبدأ. طبعا كالعادة يعني انا اول من يبدأ، يعني اول من اول من يطيح، انت الصادق ثاني من يطيح بالدور يعني بالدور. انا لا تصي حريص انا. حلو ممتاز شباب، ليفل واحد شباب. اللي بعده اللي بعده، هذا ايش فيه ذا قام يتفلت؟ اللي بعده شباب، اللي خلص اول واحد الثانيين اللي تحته كل اثنين كل واحد يدفع $100. اوكي خلاص انا اشوف لخمنا والله هي علمك انت وياه $100، يعني $200 تدفعونها وانت ما بتدفع لنا. انا اذا خسرت ادفع $100. اها اوكي عرق ريان تبن والله ليتس جو. بس هذا ريان غشاش. اها ايش في؟ لا 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 واحدة 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 بس واحدة امزح. هذه لما تروح طولت. ايوه لا دقوا لا لا يا ربي موت. اوكي 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 اسمع صوت سبيس ممتاز. هذا ايش هذا؟ هذا فلفل. وش ذا؟ ايش هذا؟ كيف كذا؟ الو ايش تسوي؟ انتوا اللي وينكم يا عيال؟ ترى انا الظاهر اني بكع فلوس. سلوم. انا ما ادري شلون الليفل، ترى قاعد اكيس انا والله ما ادري شلون. دقيقة انتوا توخروا لي شلون؟ وش اللي دقيقة؟ ليه مستعجل؟ ورانا فلوس. جيب جيب اعطيني. العلن يا وصخ. هذا ما يحط هذا؟ شباب بعيد ما يحتاج. فهم الثقة بريال. استر الله دوي. ها محمد هذا كيف راند؟ لا تطق. اي طب وخر. ما يبوخر، روح يمين. شوف الوسخ، شوف الوسخ. فكيت الكنترول. انت اللي بتروح بعد شوي انا اعلمك. يا اخي وش ذا؟ ساعة اذا جت الساعة 12 هذا اللي يطلع. القم بس القم، روح انزل لا تلقم. لا ريان فوق استكفى. يا وصل بالقوة وصلت انا. انا بالقوة وصلت، مو حرام تموتوني. لا يا علقت. هذا وش ذا الليفل هذا؟ هذا فلفل. ليفل كراتين. كراتين ولا مسلسلات؟ لا يا انت نجس. عرقك نجاسة ولا ايش؟ انا طفت. هذا محمد، هذا محمد رسمت في الجو فوق. لا اسبني برا ليه يا عيال؟ روحي. الله ياخذكم كلكم علي. يا رب واحد يموت. يا رب ريان موت. ريان يا وسخ. ريان يا اخي في كميه نذاله. ريان ريان وسخ وسخ دايم. شوف قاعد يطلع لي افخاخ، ما اقدر امشي يا اخي. لا ريان ايش يخليك تعدي الافخاخ وكذا يحشر؟ عارف ابو اليوم. لا والله انا ما كذا، انا ما كذا. انا ما كذا، هذا والله ما زين. خرج. واضح انك كذاب وهو من خرجت. اوكي هذا وشو؟ يا رب. هذا وشو؟ هذا فلفل. You need help skip this level. لا 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 ما في سكبات، ما سوينا ولا سكب لنا. ما ادري عنه يحب يسوي سكبات، ما يعرف يلعب. الله يصلح حاله. ممتاز وش الليفل؟ سلوم
كام داون كام داون بليز. والله معليش شباب فيها فلوس. اوكي هذا الشيء ترى كلنا بنكع فلوس الله يعطيك العافيه. فهذا هذا يجيب لنا صور معاه فلوس ما غير يلخمنا. ايوه هذا في شيء اسمه تحدي يا طي. طيب يا اخي قول قبل التصوير زي كذا. لا ارخمك في التصوير عشان ما تلخم وتطلع. عاد عاد محمد عاد عاد يقول كل عوائل تصير كل عوائل وجهك يا كم وصلت ليفل؟ انا وراك مو وراك بس يعني ها والله كذاب محمد رقمات. انا اللي وراك. لا 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 وش ذا. اوكي او طعم الليفل والله الخم يا عيال. اوكي اوكي في واحد قاعد اسمع وراي. انا ايش ذا ايش ايش باركر اللوحات ذا يا ساتر ايش عادني هذا كله ليفل واحد يا عيال. وات ذا اهدى هذا ليفل واحد اللي عندي تعشف اخي الغبن. انا في النقيزة هذا حقه ممتاز. شباب هذه صعبة اقولكم من الان بتحفرون فيها فرجاء رجاء رجاء التزموا بالصمت والتركيز وال هو قاعد انظر ترى شباب يا رب يا الله. هلو انت وينك وراي؟ يب خلاص يلا روح روح قدام خلاص اهلي. طيب يا رب يا حبيبي ممتاز بسم الله. انتم في الراوند كم؟ انا الفخوخ هذه عذبتني عذبتني والله بيعذبك الباب اللي قدام. انا عذبني نقيزني هذا. انا جيتك يا ليل واخر فك الباب فك وجهك تقفل ليه كري السقعت بالباب. يا الله يا رب يا حبيبي. 25 26 لا اله الا الله انا لسه في 20 والله. شوف يعني بس لو الباب مفتوح الله يوجد تفت سقعت طرف الباب مسكت الباب سقعت كذا وضعكم شكلكم. اوه قطع شكله سريع يا ساتر والله العظيم اني فهمت على طول يا عيال الحمد لله. يا اخي انت لو تهدى اعصابك يا سلوم تكفى شوي. ممتاز انا ما في شيء اسمه هدى اعصابك. فيها فلوس لي فيها فلوس محمد جاي هاتوا الفلوس اللي عليكم. هذا الساعه 22 تشوف اخيرا دخلت والله. الله قفل الباب يا وسخ قفل الباب في وجهي هو. طيب ما تسوي اللي سويته انا خسرتك في لحظه. ما لهم ثاني هدمت البنايه. الله العظيم اني فنان 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 فنان. الله ما تقول لي نيون ايش هذا كيف اللعبه دي. بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. والله بغيت اموت ونعم الوكيل. عيال ترى ما في سكبات ابد لا حد تسوي سكيب. اوكي في بعض الليفلات فيها سكيب بس لا تسوون ما عندك مشكله. اوكي والله هذا شكله صعب يا ساتر يا رجال. الحين بخلص دقيقتين لعبه. عيال بتنشبون عندي الكفرات بتنشبون نشبه ما بعد نشبه علمتكم كفرات كفرات بتعرف الحين اي كفرات. هذا انا جنبك سامع صوتك انت ميت قبل شوي. اضحك 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 بعد شوي بتبكي. الله ينكد علينا على هذا انا عندك. يا الله شلون هذه عيال. انا عندك سلوم وخر لا تخرب اقسم بالله العظيم انها صعبه. والله انها سهالات والله. لا تحلف لا تحلف لا تحلف لا تحلف لا تحلف لا تحلف. سويت اللي سويته وخسرت بلحظه. طالب طالب بس طالب حلو. لا لا دقيقة دقيقة عيد عيد اي ايه ما دخل طقني انا ما ادري كيف طقيتك انا. شفت كيف؟ بعدين كذا شوف بعدين كذا 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 علي اخر كفر بالله عليك وانا ايش قاعد احفر فيه مليون. اخر كفر وسخ. الله يا رب. اوكي اوكي الله هذا ايش هذا؟ محمد الله يعينك شغل دعاء السفر تكفى اكتدي. هذا ايش هذا؟ انا يا رجال قاعد افحط هذيك شفتوا في كفرات؟ شفتوا بعد كفرات؟
زرقاء دي وات وات داز مين ماي نيم ابل ان انجلش سامسونج ابل 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 صح خلهم تكفى لو تسحبني من عند الكفر الاخير اوصل له بس ما اوصل له عيال يا عيال الصدف يا عيال الصدف يا ساتر يا رب يا ساتر والله صدفت معي يا عيال بشكل اقسم برب الكعبه اني ما اعرف ولا شيء ما ادري شلون ما ادري شلون ما شفت الفخري تحت ما ادري شلون شباب كم ليفل كم انتو انا عند الكفرات تاز انا 28 انا ما ابغى اضحك صراحه بس يعني شويه شويه يا اخي انا وصل عند الكفر الاخير عيال والله لكن... على بالي انه طلع يا اخي ركز ونسحب ثالث اوكي الحمد لله شكرا شكرا على الليفل شكرا على الكفرات اللي لايف كحه يا شيخ شوف انا اقول لك تعال كذا جرب والله بحني والله ني اخر كفر صعب طيب هذا ايش اقول انا ترى انا اوصل له بس ما اوصل للنهايه طيب ايش اقول من سنتين انا ما ادري عنك هذا ايش اها لازم اخذه كذا لا محمد بشر اوه محمد حط ميوت واضح انه من قهر وكسر كيبورد ولا شيء ياب قاعد يموت وشو قاعد العب قاعد اكسر ام الكيبورد عشان كذا قاعد اسوي ميوت طم الليفل جامد عيال انا عادي بدفع بس ابغى اعدي المرحله ذي انا كيف؟ عادي بدفع والله مو بعادي والله يا رب يا رب يا رب يا عيال عديتها الحمد لله انه وقفنا عيال ثاني هدف الحمد لله هذا. اني عديتها ما ادري كيف عديتها بس يلا ايش هذا شباب خلصت 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 الماب ليفل كم بالله تكفون ولد ها والله غش كذا انا عديت الكفرات بعدين وين اروح بعدين تروح للهب ان شاء الله الله يخس عدوك ربي غش اقسم بالله 35 موت 53 62 100 100 اعطونا كل كبوس بزبدية سلام عليكم.